السلام عليكم خاوتي واخواتي، ومرحبا بكم جديد في قناتكم اخبار بلادي. في هذا الفيديو خاوتي راح نشارك معكم فيديوهين مهمين جدا. الفيديو الاول راح نهضروا على اجتماع هام جدا لمجلس الامن دائره الجزائر، وهذا بسبب مشكل ضخم راح يضرب الجزائر، يعني ازمه نتمنوا ما تحدثش. ايضا في الخبر الاخر راح نهضروا على قدوم كبار قاده فرنسا، ربما من بينهم حتى الرئيس ماكرون ورئيس أركان الجيش الفرنسي إلى الجزائر. هذه هي مواضيعنا لليوم خاوتي. من قبل ما نبدأ في تفاصيل الفيديو والأخبار، أدعم أخوكم بالضغط على زر الإعجاب، على بالكم بلي هذا الأمر راح يساعد ويدعم القناة تتصدى لكل حملات السينيور. شكرا جزيلا لكم. لما نطول عليكم خاوتي يشارك معكم الخبر الأول. في الخبر الأول، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دار ولا أقام المجلس الأعلى للأمن. كما على بالكم خاوتي، يعني المجلس الأعلى للأمن ما هوش مجلس عادي، يعني ما يندارش في ظروف عادية، يندار كيكون هناك يعني خطر محتق بالبلد ولا أمر طارئ يخلي يعني الرئيس عبد المجيد تبون يجتمع مع الوزراء وكبار قادة لجنرال تاع الجيش. لكن لماذا تم هذا الأمر؟ في الحقيقة خاوتي ليس هناك جواب حول هذا الأمر من ناحية الدولة ولا من وكالة الأنباء الجزائرية كتحوس على الجواب مثل جواشة. لكن خاوتي أظن أنه هذا لهذا الأمر علاقة بالدعوات الخفية المندسة الآن بالخروج في مظاهرات ضخمة ضد الحكومة مؤخرا، وهذا الأمر خاوتي راه يشكل خطر، لأنه خاوتي يعني المظاهرات هذه النية تاعها ماهيش جيدة. المظاهرات هذه راهي طالب بخروج يعني احتجاجات عنيفة غير سلمية، وعلى بالنا خاوتي هذا الأمر إلى ماذا سيؤدي. طبعا هناك الكثير من الأمور اللي راهي طالب بها الشعب، ولكن الرئيس عبد المجيد تبون وعد بتلبية كل هذه الأمور، لكن اللجوء إلى العنف راح يخلف آثار عميقة وراح يخلي البلاد منضرة، راح تتطلب سنوات أخرى باش تتعافى من هذا الأمر. أما الاحتمال الثاني لقيام هذا يعني هذا المجلس، المجلس الأعلى للأمن، هو لمناقشة الأوضاع قرب الحدود الجزائرية. فكما راكم شفتوا خاوتي راهي كانت هنالك محاولة من إسرائيل للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ورانا أيضا شفنا تهديد الإمارات للجزائر. نعم خاوتي، تهديد الإمارات، الإمارات ولا دبلوماسي إماراتي رفيع في الجيش الإماراتي قال بلي لو كان تدخل الجزائر والمغرب في حرب نحن سنقف مع المغرب وسندعمها عسكريا. يعني هنا الآن المغرب راهي ما ولاتش وحدها ضد الجزائر، يعني لو كان تصرى نزاع بعيد الشر إن شاء الله عمره ما يصرى بين المغرب والجزائر، راح تعاونها كل من إسرائيل والإمارات، كلبها يعني كونها كلبة إسرائيل يعني على الإمارات. التهديدات الإماراتية ما حبستش هنا، وإنما كانت تحاول تخلي تونس تطبع مع الكيان الصهيوني. كل هذا الخطر المحدق بالجزائر ما يتوقفش هنا، لدينا أيضا الحرب المحتملة اللي راح تندار قرب الحدود الجزائرية من النيجر، وطبعا عندنا الأمر ما يخصش النيجر فقط، وإنما حتى مالي وبوركينا فاسو راح يدخلوا في الحرب لو كان زعما صرا الحرب، يعني راح يدافعوا على النيجر. يعني خاوتي بين قوسين كل دولة قرب الحدود الجزائرية راهي فيها مشكل من نوع ما، سواء حرب أهلية، محاولات جعلها التطبيع، ولا محاولات حتى الدخول في حرب مع الجزائر. أظن خاوتي أنه لهذا السبب كان هنالك مجلس ولا أقام رئيس عبد المجيد تبون مجلس الأعلى للأمن. الآن خاوتي راني حاب نخليكم أنتم تجاوبونا وتعطونا رأيكم حول هذا الموضوع. في رأيكم ما هو السبب الحقيقي لإقامة المجلس الأعلى للأمن، خصوصا أنه كما قلت لكم المجلس هذا ما يندارش في الحالات العادية. الآن خلنا نروح للخبر الآخر. في الخبر الآخر كما قلت لكم، قادة كبار من بينهم الرئيس ماكرون وأيضا رئيس أركان الجيش الفرنسي قادمين إلى الجزائر. الآن خالتي يعني سبب القدوم هنا في هذا الفيديو ما يوضحش كلش، يعني هما راهم يقولوا الآن سبب القدوم هو من أجل مناقشة موضوع ولا مناقشة أمر الذاكرة مع الجزائر. يعني قال لك الخطرة فرنسا راح تكون صادقة وراح تجبد كل شيء، يعني تجبد كاع الأسرار بخصوص قضية الذاكرة مع الجزائر. طبعا خالتي الكثير قادر يتساءل، ولكن هذا الأمر واش راح يفيد في الجزائر؟ تجي لك فرنسا تقول لك إيه صح والله غير ضربتك، والله غير قتلت منكم شوية على بالك. هذا الأمر واش راح يفيد في الجزائر؟
أولا خاوتي، في اعتراف فرنسا راح يفيد الجزائر كثيرا. إذا اعترفت فرنسا بكل جرائمها في الجزائر، وأيضا اعترفت بحجم الدمار اللي تسبته، واللي ليس مليون ونصف مليون شهيد خاوتي، وإنما أزيد من 5 ملايين شهيد جزائري رحمهم الله وأسكنه في ساحة جنانه، هذا يعني أن فرنسا راح تدفع الثمن غالي. نعم خاوتي، حرفيا مش نهضروا يعني ميتافوريكيا، راح تدفع الثمن، راح تقوم بتعويضات ضخمة اتجاه الجزائر. ليس ذو حسب، بل راح تلغى اتفاقية إيفيان اللي تمنح فرنسا الكثير من الصلاحيات داخل البلد فيما يخص استهلاك ولا أخذها للبترول من الجزائر. الآن نقراكم من المصدر حول يعني قدوم هذا الوفد من فرنسا إلى الجزائر. قالك تستعد باريس لاتخاذ خطوة جديدة إزاء ملف الذاكرة مع الجزائر أياما بعد إعلان إليزي قرار رفع السرية عن جزء من الأرشيف الجزائري. كما قلت لكم خاوتي، هذا الأمر راح يضر فرنسا نوعا ما، لكن لماذا قد ترغب فرنسا في فعل هذا الأمر؟ خاوتي، في الحقيقة فرنسا قد ترغب في هذا الأمر من أجل تقوية العلاقات بينها وبين الجزائر، خصوصا وأن العلاقات الجزائرية الفرنسية مؤخرا بدأت تتكركر، وفرنسا راح تشوف بلي بدأت تخسر الدول الإفريقية الواحد تلو الآخر. عندك الانقلاب في النيجر، ومؤخرا الانقلاب في الغابون، يعني حتى الرئيس تاع نيجيريا هذا بلد آخر راح يقوم الآن بتغيير الجنرالات تاع العسكر، لأنه هو أيضا راح خايف يحدث انقلاب داخل بلده. كما راكم تشوفوا يعني الأمور الآن أصبحت خطيرة. إفريقيا ولا كل الدول الإفريقية الآن أصبحت تنقلب ضد حكامها بسبب تبعيتهم لفرنسا، ورئيس نيجيريا على باله باللي هو أيضا كلب فرنسا، لهذا راه خايف على الكرسي تاعو، بدا يبدل اسمهم هذو لي جينيرو في بلاد. ولكن لا علينا خاطر، انا خطيت شوي الموضوع، نرجعوا الى فرنسا. كما قلت لكم، كل خسارة فرنسا لكل هذه الدول رغبة أم وتخلي صديق في إفريقيا وهي الجزائر، لهذا راهي حابة تعترف إلى الجزائر وتعوض الجزائر بهذا الخصوص. لكن هناك أيضا تفسير آخر يقول أن سبب قدوم كل هذو المسؤولين الكبار إلى من فرنسا إلى الجزائر هو من أجل التوسط باش الجزائر تخلي فرنسا تدخل عتادها العسكري وطائراتها العسكرية من الجزائر، ولكن بشكل سري. طبعا خلت علي بالكم بلي هذا الأمر لن يحدث، لأن الرئيس عبد المجيد تبون، ولا خلينا نقوله أيضا إيش اسمه ذاك، وزير الخارجية أحمد عطاف، قال بلي الجزائر ما هيش راح تساعد فرنسا في إدخال طائراتها العسكرية عبر الجزائر. قالوا لأنه كيف الجزائر تطالب بعدم التدخل العسكري أن تكون طريقا لوصول السلاح إلى النيجر، أمر غير منطقي تماما، وهو محق في هذا الأمر. من أخواتي توموشاكم في هذا الموضوع، خبرونايكم في التعليقات. كما شفتوا خاوتي، رانا شاركنا معكم أهم مواضيع اليوم. إذا عجبكم الفيديو دعمونا بالضغط على زر الإعجاب، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، كل هذه الأمور راح تدعمنا تصدوا الحملات السينيور. شكرا على المشاهدة، وإلى اللقاء.